خلينا نتكلم عن جنود مصر. جنود مصر هم خير أجناد الأرض، ولاد مصر اللي تضحيتهم ملهاش دايما حدود، وولائهم دايما للوطن ثابت ومفيش مجال للنقاش فيه. دول هم أقدم جيش عرفته البشرية، جيش الشعب اللي دايما في الصفوف الأولى لحماية أمن البلد وسلامة أراضيه. من أكتر من 5000 سنة الجيش المصري دخل أول حرب عشان يوحد مصر بقيادة الملك مينا نرمر. صحيح، من ساعتها وهو الجيش المصري بيحارب، من ساعتها هو بيخوض معارك عبر العصور، من المصريين القدماء من الفراعنة لحد النهاردة، دفاعا عن الأرض المصرية، عن التراب المصري. الجندي المصري عقيدته ثابتة ما بتتغيرش، النصر أو الشهادة، هو ده شعار الجندي المصري، دايما بيحاربوا بروح عالية، أما النصر أو الموت دفاعا عن الأرض والعرض. الجيش المصري خير أجناد الأرض، يقدم كل ولائه للوطن وتضحيته بلا حدود من أجل شرفه ورفعته. هو عماد أقدم جيش عرفته البشرية، جيش يملكه الشعب ويحمي أمن الوطن وسلامة أراضيه. خاض الجيش المصري أول حروبه النظامية قبل 5000 عام لتوحيد مصر على يد الملك مينا عام 3200 قبل الميلاد، ومنذ ذلك الحين شارك في عشرات الحروب والمعارك الكبرى على مدار التاريخ من العصر الفرعوني حتى يومنا هذا. عقيدة الجندي المصري لا تتغير مع الزمن، فالنصر أو الشهادة هي الركيزة التي يقوم عليها. هذه العقيدة ترسخ الولاء للوطن والتضحية من أجله والشجاعة في مواجهة الأعداء والانضباط في صفوف الجيش، ما جعل الجندي المصري رمزاً للصمود والشجاعة. ولتعزيز هذه العقيدة طورت القوات المسلحة المصرية قدراتها العسكرية بأحدث ما أنتجه العالم لتكون دائماً مستعدة لردع أي تهديد، هذا بجانب التدريبات المكثفة التي يخضع لها الجندي المصري والتي تعتمد على أحدث البرامج للجيش بأفرعه المختلفة، القوات الجوية، البحرية، الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة. في حرب أكتوبر عام 1973 كتب الفريق سعد الدين الشاذلي في كتيب وزع على الجنود: يجب أن ندخل المعركة وشعارنا النصر أو الشهادة، فإن كان هذا هو شعاركم فالنصر ركابنا إن شاء الله. هذه الكلمات تعكس القوة الداخلية للجندي المصري الذي يؤمن بالنصر أو الشهادة، معتمداً على تسليحه المتقدم وتدريبه المستمر. الجنود المصريون هم القوة الحقيقية للجيش بقلبهم الراسخ وعقيدتهم الثابتة التي جعلتهم عبر التاريخ أبطالاً للمعارك ومدافعين عن الوطن بكل شجاعة وإقدام.